بكم اليوم من مهرجان من صالون المغاربي في قصر المؤتمرات في مونريال. لكم تحيات أسرة القسم العربي، لكم تحياتي أنا مي أبو صعب، وتحيات الزميلين بيير حمراني وفادي الهاروني. نرحب معنا بضيوفنا اليوم السيدة نسرين اليحيى من مؤسسة لاميزوني، وهي جمعية تعنى بمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا إلى كندا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا نسرين. نرحب أيضا بالسيد فادي برطاوي من ائتلاف الكندي لمساعدة السوريين. أهلا وسهلا فادي. نرحب بالأستاذ زهير طابا، رئيس تحرير إذاعة سينا العربية في مونريال. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بعقيلة سخري، أستاذة الثقافة واللغة العربية والمذيعة في إذاعة مغرب FM. أهلا وسهلا بك. مرحبا. ونرحب أيضا بالأستاذ عماد حلاق، الكاتب والمحاضر ومؤسس جمعية سلسبيل الضاد لتعليم اللغة العربية في كندا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. إذن أهلا وسهلا بالجميع مع حفظ الألقاب. أهلا وسهلا بكل الحضور، ونرحب من بين الحضور بسعادة قنصل تونس في مونريال السيدة لميا قدادي سيالة. أهلا وسهلا بكم جميعا. إذن نحن معكم في الصالون المغربي في مونريال، وهو واحد من أهم اللقاءات من نوعها لتجمع المهنيين من أبناء الجاليات المغربية والعربية هنا في مدينة مونريال وفي كيبيك بالإجمال. الصالون منعقد اليوم الجمعة ويوم غد السبت، ويستقبل طبعا العديد من الزوار، وشاهدنا بيير وفادي عندما دخلنا العديد من الأكشاك والأجنحة بما فيها لمؤسسات. بما فيها أكشاك للأحزاب السياسية الكندية. نعم. حزبين سياسيين فقط. نعم. تغيب المحافظون والكتلة الكيبيكية والحزب الأخضر أيضا تغيب. نعم نعم، ولكن الحزب الليبرالي الكندي موجود. والحزب إضافة إلى أكشاك لصحفية مثلا صحيفة الإنيشاتيف، صحيفة الإنيشاتيف على ما أذكر أي المبادرة. نعم. والخطوط الجوية التونسية والخطوط الجوية الملكية المغربية. نعم. وجامعة مونريال. نعم. وجامعة لوكام أيضا. نعم. وهناك أيضا ودار المغرب. نعم. وبنوك تساعد أيضا في الجاليات المغربية هنا، ورأينا أيضا صالون المغرب مع الشاي المغربي المعروف والضيوف والذين يستقبلون بالزي المغربي التقليدي. إذن مجموعة من الأنشطة ينظمها الصالون المغربي طوال السنة، ويعقد هذا اللقاء سنويا، وينظم أيضا في إطار اللقاء مسابقة لأصحاب الأعمال. ربما فادي برطاوي يمكنك أن تحدثنا عن هذه المسابقة وكيف تجري ومن يشارك فيها. طبعا هي مسابقة ينظمها هذا الصالون الكندي المغاربي من أجل طبعا من أجل مساعدة جميع رجال الأعمال الجدد الذين يرغبون بإطلاق أعمالهم في كندا، وخاصة من الجالية العربية بشكل عام. فهذه المسابقة هي عبارة عن مشروع أعمال يتم تقديمها إلى لجنة التحكيم، ولجنة التحكيم ستنتقم بين هذه المشاريع أفضل مشاريع أعمال، وستقدم لهذه المشاريع جوائز من الصالون. وبالإضافة إلى الجوائز طبعا ستكون هناك مساعدات ليس فقط عينية، لكن مساعدات على المستوى الإداري والمستوى التكنيكي من أجل إطلاق مشاريعهم أو إطلاق هؤلاء المهاجرين الجدد مشاريعهم في كندا. وطبعا هي بادرة جيدة والأولى من نوعها في كندا من أجل تحفيز رجال الأعمال الشباب في كندا، من أجل طبعا كما نعرف لديهم دائما الرهبة من أجل إطلاق مشاريعهم. فالصالون الكندي هو فرصة لهؤلاء. نعم. من أجل طبعا قلت رجال الأعمال يعني لا أصحاب الأعمال. أصحاب الأعمال عفوا، يعني هو فادي أصحاب الأعمال هي الكلمة الأصح. ولكن أستاذ فادي نشاطك الجاليوي لا يقتصر على ذلك، إنما أنت أيضا من مؤسسة تهتم بمساعدة الواصلين السوريين الوافدين السوريين أو اللاجئين السوريين. طبعا نحن منظمة كازا يلي هي الائتلاف الكندي لمساعدة السوريين،
منذ انطلاق وتكرم الحكومة الكندية باستقبال السوريين. فنحن بكوننا منظمات من أصول سورية وتقريبا منظمات اجتمعنا تحت مظلة كازا يلي هي الائتلاف الكندي لمساعدة السوريين، وانطلقنا باستقبال اللاجئين ومساعدتهم في جميع المجالات، والحمد لله استطعنا تقديم المساعدات العينية في البداية، لكن اهتمامنا الآن يصب في الاندماج سواء المهني والعمل. ولدينا عدة ملفات طبعا بشكل مستمر نقوم بإعدادها وأدائها، سواء بالتعاون مع بلدية مونتريال أو بالتعاون مع الصليب الأحمر الكندي وغيرها من المنظمات. على أي حال كازا ليست الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الوحيدة التي تعنى بمساعدة المهاجرين، هناك منظمات وهيئات عديدة تنشط في هذا المجال. نسرين اليحيى، أنت تنشطين في جمعية لا ميزوني لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثاً إلى كندا، عرفينا بما تقدمونه من خدمات وبما يحتاجه المهاجر أو اللاجئ لدى وصوله إلى هنا. والله السؤال كبير كثير. نعم طبعاً. وبالتالي يعني رح حاول أختصر على قدر المستطاع، لكن نحن كمؤسسة لميزاني بتقدم خدمات في استقبال المهاجرين اللي هو الأكاي طبعاً، الانتيغراسيون يعني نحن بنحاول انه ندمجهم بالمجتمع، وفي نفس الوقت نحن بنعرف انه اي اندماج جيد في اي مجتمع يتم عن طريق التشغيل. وبالتالي نحن من اهم اهدافنا انه نحاول انه نرافق من يصلون الى هذا البلد على قدر الامكان في كافه الخطوات، يعني منذ بدايه وصولهم في كل ما يتعلق بخطواتهم الاولى في الاندماج في المجتمع إلى أن نشغلهم في مجال أعمالهم التي كانوا يعملون بها سابقا. ونحن بالفعل نعتني باللاجئين بالإضافة للمقيمين الدائمين طبعا، وهم أكبر عدد من الناس اللي بنتعامل معهم في أعمالنا عادة. لكن الشيء الجدير بنقول أنه نحن لنا خاصية معينة وهي قدرتنا على التواصل مع المشغلين. من أكبر المشاكل اللي بتحصل حالياً أنه نجد أنه المهاجر عندما يصل إلى هنا لا يجد له عملاً في مجال عمله سابقاً لأسباب عديدة من بينها نعلمها جميعاً، لكن للأسف المعادلات عراقيل عديدة، اللغة أكيد يعني من أكبر العوائق بالنسبة للجالية السورية اللي هي مثقفة جداً وعالية العلم، هي اللغة اللي هي غير ممارسة للأسف الشديد في تلك البلاد الجميلة جدا مع اللغة العربية الضادية التي نحبها جدا، لكن للأسف هنا بحاجة إلى لغة أخرى. فنحن بنحاول أنه فعلا نساعدهم أنه ينقلوا خبراتهم الموجودة في بلادهم لحتى نقدر نرافقهم في مشوار العمل الطويل. نعم، وأنتم تقدمون الخدمات للمهاجرين من مختلف كل أنحاء العالم وليس فقط الجاليات كل العربية. أنحاء العالم من أقصاها إلى أقصاها، ونقدم هذه الخدمات بكافة اللغات إن كانت عربية إنجليزية إسبانية ألمانية روسية والكثير من اللغات الأخرى. نعم، وبالحديث عن اللغات طبعا لدينا أستاذان للغة العربية والثالث وزميلنا بيير أحمراني أستاذ اللغة العربية. طبعا عندما نتحدث عن أهمية إتقان إحدى لغتي البلد الفرنسية أو الإنجليزية، هذا مهم بالنسبة للمهاجر الذي يصل حديثا طبعا، ولكن من الأهمية بمكان ويحرص أبناء الجاليات المهاجرة العربية على تعليم اللغة العربية لأولادهم. السيدة عقيلة صخري أستاذة الثقافة واللغة العربية في جامعة مونتريال وفي جامعة أوكام، انطلاقا من خبرتك ماذا يمكن أن نعرف عن تدريس اللغة العربية هنا؟ شكرا على السؤال. أولا أشكركم على الاستضافة، سعيدة جدا سعيدة جدا بتواجدي في هذا البلاتو الإعلامي المميز. بالفعل أنا أستاذة لغة وثقافة عربية، أدرس بجامعة لوكام تحديدا بديبارتمون دو كومونيكاسيون فاكولتي دو كومونيكاسيون عفوا يعني كلية الاتصال، وبكلية آغي سيانس فنون
فنون وعلوم بجامعة مونتريال. أعتز وأتشرف بتدريسي لهذه الثقافة العربية ما دمنا في صالون أساسه التواصل وهدفه الرئيس هو التبادل. أنا أتشرف بتدريس الثقافة العربية التي وصلت إلى القمة في يوم ما لما تواصلت بالثقافات الأخرى. حلو. من يدرس لديكم يعني طلاب من أصول عربية؟ والله شرائح ونوعيات متنوعة. عندنا من الطلبة لمنهم من أصول عربية ويريدون العودة إلى التعرف على لغتهم الأصلية. عندنا نوع آخر من الطلبة الذين يريدون فقط بدافع الفضول التعرف على عقلية الإنسان العربي، التعرف على العالم العربي، لكنهم بمجرد أن ينقضي الفصل الدراسي يأتونك للاعتراف بأنهم وقعوا في حب وغرام كل ما له علاقة بالعالم العربي. يعني عفوا، لأننا عندما نتحدث عن تعليم اللغة العربية لأشخاص بالغين هذا مختلف تماما عن تعلم اللغة أنا العربية. أنا سأتحدث عن ذلك، فقط أكمل فكرة من يدرس اللغة العربية. عندنا أيضا نوعية من الطلبة يعني هذا الاهتمام الإعلامي بالعالم العربي الذي يتصدر الأحداث، فهم طلبة يدرسون في فرع العلوم السياسية أو العلاقات الدولية، طلبة من الأنثروبولوجيا، علم الأديان، التاريخ، يأتون للتعرف عن الثقافة واللغة العربية لأنهم يعون جيدا أنهم لن يتمكنوا من إجراء بحوث علمية جامعية دقيقة دون الاطلاع على ما يكتب باللغة العربية. يريدون التواصل مع قنوات إعلامية عربية. عندنا أيضا عينة من الطلبة من يدفعهم دافع طلب الوظيفة، يريدون العمل في السلك الدبلوماسي، طلبة بدافع سياحي يريدون التحدث باللغة العربية عند زيارة بلدان العالم العربي. وعندنا أيضا مجموعة من الطلبة يريدون الاطلاع على هذا الموروث الثقافي الحضاري العربي الغني في صيغته الأصلية وبلغته العربية. وأنا على ذلك شاهدة، درست مادة الأدب العربي بجامعة لوكام باللغة الفرنسية ووقفت على مدى شغف الطلبة للإطلاع على الأدب العربي من الجاهلي إلى المعاصر بلغته الأصلية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكن أساتذة اللغة العربية في الجامعات الكندية، لأنهم وفقوا إلى أبعد حد في جعل هؤلاء الطلبة يذهبون من دروس أو من ديكور دو كولتور ثقافية أدبية إلى الإطلاع على اللغة العربية. ذكرت الأساتذة، وطبعا الأستاذ هو الذي يحبب باللغة، وفي هذا السياق ربما نطرح السؤال على الأستاذ عماد حلاق مؤسس سلسبيل الضاد. سلسبيل الضاد أولا اسم جميل للغاية. أستاذ شكرا. عماد حلاق، أخبرنا عن انطلاق هذا السلسبيل. بعد مجيئي إلى كندا اكتشفت أن لدينا فراغ في مسألة توريث اللغة العربية لأبنائنا، بالإضافة لوجود الشرائح التي تكلمت عنهم الأستاذة الفاضلة بالنسبة لمحبي الثقافة العربية والباحثين عن جذورهم والراغبين في السياحة إلى آخره. بدأت القصة بنفس الخط الموازي ولكن في الجامعات الإنجليزية، في جامعة كونكورديا حيث كنت هناك طالب الدراسات العليا، وثم بعد ذلك درست في الجامعة على مدى 15 سنة بالتوازي مع مؤسسة الاتحاد الطلبة. فهذه التجربة أحببت أن ترافقها التقنية، فلم تكن مجرد بحث في الكتب الصفراء، إنما قدمت اللغة العربية بطريقة حضارية عن طريق استخدام كل ما هو تقني وحديث في الجامعة بطريقة مشرفة. أذكر على سبيل المثال أن كتب اللغة تقدم القواعد بطريقة غير مرتبة منطقيا تناسب المنهجية التي يفكر بها الطالب الأجنبي،
فأعدت ترتيب القواعد بطريقة بحيث ننتقل من المفرد ثم إلى المذكر والمؤنث ثم بعد ذلك إلى المثنى ثم إلى الجمع وبعد ذلك ندخل في الأفعال. فكانت هذه عملية غربلة. ثم أن هناك نقص في مسائل إحصائية. نحن نعلم أحياناً مفردات ليس لها استخدام كبير في حياتنا الخاصة، فلذلك أقمت بحوث تعتمد على الاستقراء والإحصاء لكي نعلم أول 100 كلمة عربية ثم ثاني 100 كلمة عربية ثم ثالث 100 كلمة عربية من خلال سيناريوهات، بحيث أن الطالب لو تعلم أول 100 يشعر أنه يستخدمها كثيراً وبالتالي يشعر بهذه اللغة كأنها لغة يومية، في حين لو تكلمنا عن الأثافي وعن أشياء لا يستخدمها في حياته الخاصة سيجد صعوبة. يعني براغماتية عملية يمكن أن يستفيد من هذه اللغة أيضا، هذا طبعا وفقا للطلاب. نعم. أو ما يسمى الآن بمهارة التواصل يعني لابخوش كوميونيكاتيف. نعم. يعني بالفعل لابخوش كوميونيكاتيف. إذا سمحتي مايا، يعني أنت أثرتي نقطة في غاية الأهمية، هي نقطة الصعوبة التي يواجه أستاذ اللغة العربية. نعم. لما يدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها. بالفعل فنحن نتعامل مع مرحلة تعليمية متميزة ألا وهي المرحلة الجامعية. لما نقول المرحلة الجامعية بكل ما تحمله هذه المرحلة من رصيد علمي وثقافي وعلمي، أيضا نحن نتعامل مع شريحة عمرية معينة، فلا يليق التعامل معها بوسائل المبتدئة مثل ما نتعامل مع الأطفال طبعاً. الذين هم احترام الفكر الذي تسموه خلال دراستهم الجامعية، ولا يمكن أن نحدثهم عن لولو وعن لا طبعا يعني في البدايات المبكرة من التلقي للطفل. أيضا نحن نتعامل مع طلبة غير ناطقين جاهلين لهذه اللغة والثقافة، وهنا يكمن التحدي. ينبغي أن يتزود أستاذ اللغة العربية بالقدرة على المزج بين التبسيط والعمق. التبسيط يبسط الأمور حتى يتمكن ويسهل عملية التعلم لدى الطالب، والعمق لإرضاء فضول الطالب الجامعي واستجابة لتطلعاته. وصدقيني هذه مفارقة كبيرة وتحدي كبير، وقد رأينا من الأساتذة ممن لهم الحنكة والتجربة والشهادات العليا في اللغة والنحو والصرف والبلاغة مما يؤهلهم للتدريس في أرقى الجامعات، لكنهم لم يوفقوا في تدريس اللغة العربية للطلبة المبتدئين. نعم، الظروف هنا على أي حال، ظروف التعليم، ظروف العمل، كل ما تحدثنا عنه مختلفة عما هي عليه في الأوطان الأم بالنسبة للمهاجرين. لنكمل دورتنا مع الضيوف. أستاذ زهير طابة، طبعا الإعلام العربي موجود في مونريال، في كيبيك وفي كندا، موجود وبقوة ويزداد أكثر وأكثر. هناك صحف تصدر باللغة العربية، هناك مجلات، هناك شبكات تلفزة صغيرة في بعض الأحيان، أكبر في أحيان أخرى، وهناك إذاعات. أنت رئيس تحرير إذاعة سينا في مونريال، أخبرنا عن الإذاعة، عما تقدمونه، متى بدأتم ببرامجكم؟ في البداية حتى نتفاعل، أول تفاعل مع الأستاذ عماد. أستاذ عماد طرح نقطة، قال أن التوريث، توريث اللغة العربية هو صعب وقليل. أنا هنا أجزم بلا، لأن آخر إحصائيات ستاتيستيك كندا قالت أن اللغة العربية هي ثالث لغة مستعملة في المنازل بعد اللغتين الرسميتين. نعم. العربية. نعم. الفرنسية والإنجليزية، وهذا لعمري لنصر كبير. ولكن اللغة المستعملة في المنازل هي اللهجات وليس اللغة العربية. اللغة. نعم. ما أراده هو تحدث عن اللغة العربية. لا نختلف كثيرا، لأننا نورث اللهجة. نحن في التوريث الاختلاف. هنا في مونريال تقريبا الأحصائيات تقول هناك 137 ألف يتكلمون اللهجات العربية في المنازل. إذا أضفنا الأرمن والأمازيغ الذين يفهمون العربية، نحن أمام نصف مليون عربي هنا يفهم العربية، لا نقول يتكلم، يسمعها يفهمها. من هنا جاءت فكرة إحداث إذاعة عربية ثانية، ربما ثالثة. الإذاعة الأم هي راديو كندا، ثم الشرق الأوسط، ثم جاءت راديو سينا إذاعة ثالثة رديفة لهاتين الإذاعتين.
هنا نحن لما عفوا للتنويه، راديو كندا الدولي موجه إلى خارج كندا يعني بالأساس للناس الإذاعة الجالية، نعم. لكنها إذاعة عربية، هنا أتكلم إذاعة كندية باللغة العربية لنكون دقيقين أكثر. نحن كذلك إذاعة كندية ناطقة باللغة العربية، نعم. يعني نحن لما في البداية لما تحصلنا على الترخيص نحن اشترينا رخصة إذاعة وجلسنا نتحدث، يعني كانت البداية سوف نحدث إذاعة إيطالية بحكم أن الإيطاليين ليسهم إذاعة على الأفهام، ثم قلنا لاتينية، ثم قلنا لا عربية. لماذا عربية؟ للإحصائيات التي ذكرتها، هناك نصف مليون عربي هنا في حاجة لإذاعة متنوعة ربما بخط تحريري مختلف، نعم. وكان هذا الاختيار في موريال الكبرى، في موريال الكبرى. نعم. وكان هذا الاختيار، وبعد سنتين نحن في شهر أكتوبر سوف نحتفل بالسنة الثانية، يعني وبعد سنتين نحن نجزم أننا نجحنا في الاختيار نظرا لأن لحجم الكبير للمستمعين الذين يستمعوننا من مختلف الإثنيات أو الأصول. هنا لابد من الإشارة، يعني التعامل مع أنا ضد كلمة جالية عربية، هناك جاليات عربية، جاليات هذا ما نقول نحن لما هناك يعني من يعترض على مصطلح جاليات عربية، كنديون عرب مثلا، نعم. كنديون من أصول عربية مختلفة، نعم. أقول مختلفة، نعم. لماذا نحن لما أردنا يعني تأسيس هذه الإذاعة قلنا كيف على من سنعتمد، هناك يعني هناك ثقافة سمعية مؤسسة هنا، كيف هل سنكون مختلفين عنها أم لا أو سنواكبها؟ قلنا نحن سنعتمد على التمثيلية. نحن لما أنشأنا الإذاعة قلنا هناك جاليات عربية، مغاربة، لبنانيون، أرمن، سوريون وما إلى ذلك، اخترنا التعددية، قلنا لكل جالية ممثلة في هذه الإذاعة، فكان الأمر كذلك، أنا تونسي وهناك جزائريون ومغاربة وسوريون ولبنانيون وفلسطينيون، ومن حيث الإطار التحريري اخترنا هذا النهج ونجحنا. ثم جاء الجانب الموضوع الكونتيني، اخترنا نحن إذاعتنا أقول شبابية ليست موسيقية، شبابية بمعنى المواضيع الخفيفة وتهم الشباب. كذلك نحن إذاعتنا لها أخبار، نحن نبث من السادسة إلى التاسعة نشرات أخبار كل ساعة ومواجيز كل نصف ساعة، كذلك من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة أخبار كل ساعة. وعندما تقول نشرات أخبار يعني ماذا تتناولون في أخباركم؟ الشؤون المحلية الكندية أم العربية أم؟ نحن يعني نعتمد على القانون الكندي. نحن لما أخذنا الترخيص في كراس الشروط يجب أن نعتمد على 40% أخبار محلية ليست كندية، محلية لما أقول محلية يعني كيبيك، كيبيك موريال وكيبيك، و 60% متنوعة. نحن ذهبنا أكثر من ذلك لأنه الغاية يعني الأخبار العالمية موجودة في كل مكان، كما يقول معاري يعني المعلومة على حافة الطريق موجودة. نحن أردنا أن يكون المواطن العربي أو الكندي من أصول عربية أن يكون أكثر يعني اندماجا في هذا المجتمع، لذلك قررنا أن تكون النسبة بالنسبة للأخبار المحلية أكثر مما طلبته الحكومة، وهذا اختيار وأعتقد أننا نجحنا في هذا الاختيار. ولكن الانطباع الانطباع السائد الانطباع السائد عن الإذاعة عن إذاعة سينا أنها إذاعة موسيقية تبث الأغاني، هل لديكم برامج تتعاطى الشؤون الاجتماعية الجليوية الخدماتية مساعدة اللاجئين والواصلين حديثا للتأقلم إلى ما هنالك من برامج؟ نحن نساعدهم من خلال بث الأخبار التي تهمهم مباشرة. أنا لما أبث خبرا على الجمعية السورية أو اللبنانية أو ما إلى ذلك أنا أكون قد ساعدت الجالية على الاندماج. وهذا نحن في الغالب كما قلنا هي إذاعة يعني شبابية، مساحة موسيقية فيها كبرى مع فترتين إخباريتين الصباح وفي المساء، يعني إضافة إلى برنامج يوم الأحد وبرنامج شامل أو نشطه أنا شخصيا، يعني أستقبل فيه مكالمات أطرح مواضيع كندية لكن تهم الجالية العربية، يعني برنامج كامل ومتنوع في شكل بانوراما هو يوم الأحد 4 ساعات، وهذا برنامج محبب إجمالا من المستمعين لأنهم يحبون أن يتواصلوا مع الإذاعة التي يستمعون إليها ويطرحوا الأسئلة وبالحديث عن اللغة العربية لدي سؤال للأستاذ عماد وللأستاذة عقيلة، كيف أثرت التكنولوجيات الحديثة على تعليم اللغة العربية؟ الحقيقة أن أول شيء أنه نحن نعيش في عالم متطور، وبالتالي طبيعة تقديم اللغة العربية للطلاب يجب أن تكون في هذا العالم تأخذ من هذه المنابع. يعني على سبيل المثال مثلا
وجود المالتي ميديا في العشر سنوات الأخيرة بعد تحرير اليوتيوب ليكون منصة لتحميل كل الأشياء. استخدمنا الوسائط المتعددة لأن هناك عندنا أشياء أكاديمية لا نستطيع توفيرها للطالب، مثلا كلفة يعني وجود الأستاذ بشكل، نحن نفشل كجالية عربية في تقديم، طبعا أنا كما تفضل الدكتور دائما عندما نتكلم عن اللغة العربية المقاييس في سلسبيل الضاد هي اللغة العربية الفصحى، لأن اللهجات هناك تصارع بين اللهجة العربية اللهجات وبين العربية الفصحى، اللهجة دائما لا تتجاوز 3,000-4,000 كلمة، وهذا يحد التفكير، وبالتالي هذا هو السبب لأن أبنائنا عندما يذهبون إلى المدرسة العامة يتعلمون تقريبا 20-50,000 كلمة في المرحلة الابتدائية، وبالتالي الطفل عندما يريد أن يعبر عن نفسه عاطفيا بالشعر أو يعبر على تقرير تقني مثلا تكنيكال ريبورت لن يستخدم اللهجة، لأن اللهجة أصلا غير مكتوبة، هي أورال لفظية فقط، وبالتالي الطفل عندما ينتبه لأن هناك وسيلة قوية لنقل سيارة جاكوار وعنده سيارة ضعيفة من موديلات الخمسينات، فعندئذ بالفطرة الطفل سوف يختار اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. طبعا نحن لسنا ضد استخدام اللهجات، لكن من إحدى منتجات سلسبيل الضاد أننا استطعنا أن نحقق المعجزة التي تعقد إليها المؤتمرات في إنتاج أطفال ولدوا هنا في كندا ولم يذهبوا أبدا إلى بلدان المهجر، ولكنهم يتكلمون الفصحى، اللغة العربية الفصحى داخل المنزل، لأنه هذا التوتير سيستمز اللي هو نظام بلغتين يأكل أحدهما الآخر، فنحن لا نستطيع أن نقول أننا سنستخدم الدارجة والعربية الفصحى بشكل متوازي إلا إذا خصصنا أحد الأبوين ليستخدم اللغة العربية الفصحى بصرفة والأب الآخر يستخدم الدارجة، عند ذلك يتم البرمجة العصبية للإنسان بأنه يتحدث تلك اللغة على أنهما لغتين منفصلتين، علما بأن تقديم المعلومات المشوشة سوف يزيد في التشويش. يعني نحن في نظام الكمبيوتر مثلا عندما نقدم داتا صرفة حقيقية ونخلطها بداتا أخرى مشوشة فإننا نعيق مثل ما بقول نعيق اكتشاف القانون، ولذلك الطفل عندما يستكشف القانون اللغوي فإنه بحاجة لأن يسمع اللغة العربية صرفة، وهذا سهل جدا لأننا نحن عندما نعيش هنا في هذا المجتمع ليس هناك كثير من الأقارب، معظم يعني هناك طبعا عائلات فيها أعمام وأقارب، لكن معظم العائلات في المهجر مؤلفة من أب وأم، فإذا اتفق الأب والأم، هذا ما حصل معي ومع مجموعة من العائلات التي تتبع نفس الأسلوب الكيروكولوم خلينا نقول المنهاج، فإذا اتفق الأب والأم على الحديث بالفصحى الطفل سوف ينشأ يتحدث بالفصحى، لن تكون هناك داعي لكل هذه المؤتمرات لكل هذه المسألة فطرية التعلم ولكن العربية ولكن شيء مصطنع يعني لأنه في الحياة اليومية عندما يتحدث الرجل مع زوجته والإمرأة مع زوجها مع أولادها يتحدثون بالعامية. نعم هذه مسألة عادة، يعني أنا عندما كنت أذهب إلى سوق الخضار مثلا على أبسط المستويات وأتحدث مع ابنتي لماذا تفعلي ذلك لا تلمسي، هي مثلا تحاول أن تلمس والخضار فيها جراثيم وتريد أن تأكل كطفلة صغيرة، قلها لا تلمسي لأنها غير مغسولة، فعندما تسمعني مثلا جارة تتسوق من ذلك المحل ستضحك ربما كانت تنتبه بشكل غريب، لكني بعد فترة وجدت أن الفكرة مقبولة، ثم أنني لسنا العائلة الوحيدة، هناك أكثر من تقريبا 30 عائلة الآن كل أولادها يتكلمون الفصحى، فبالإضافة لأننا سعينا لأن نوجد الفضاء بحيث أن هؤلاء الأطفال يلعبون فنحجز لهم قاعة ويجتمعون مع بعضهم ويلعبون، فلن ترى أن اللغة العربية كما نتحدثها الآن نحن لا نتكلف لأننا بعد طول ميراث صارت second nature صارت فطرية، وهم الأطفال لا يعرفوا غيرها ولذلك اللغة العربية. ولكن عندما تحتضن الأم طفلها وتقول له الكلمات الحلوة تقولها عادة العاطفية صحيح العربية. عندما يعبر أحدهم عن حبه إلى الآخر نعم اللغة العربية العرب يعني نحن فكرتنا عن اللغة العربية فيها بعض التعصب قليلا يعني من خلال ما قدمته إلينا الميديا في الخمسينات
نحن نظن أن اللغة العربية هي لغة مقعرة، لكن في الحقيقة أن العرب حتى في عصر الجاهلية عندما كانوا يتكلمون كانوا يرفرفون على اللغة، يرفرفون على الحروف، لا ينطقون رأيت المنايا خط عشواء. هذا من التمطع الذي هو مكروه في اللغة العربية، لكن العرب دائما كانوا يمرون تقريبا بالسكون وأحيانا يرفعون وينصبون بشكل خفيف جدا كما نتكلم اليوم. فلذلك لا نريد أن نحمل أنفسنا تلك المسلسلات الجاهلية، نريد أن نتكلم باللغة العربية كما أفعل أنا، كما تفعل حضرتك، كما يفعل كل يعني الناس. يعني تعتبر أن هذا قد يصبح طبيعيا يوما ما أن يتكلم يعني أعتقد كثيرون. أنه ممكن أؤكد قليلا عما يقول الأستاذ، بحيث أنه أنا تعاملت مع العديد من الجاليات العربية، وبالتالي كل جالية عربية لها لهجتها المحددة. نعم. والحمد لله لهجاتها فعلا مظبوط 100%. ومن احسن الاساليب للتعامل مع الجميع هو التكلم باللغه العربيه الفصحى لكن بطريقه مبسطه وكانها لهجه اخرى. فاللغه العربيه الفصحى ممكن ان تصبح لهجه كما هي اللهجات الاخرى اذا كنا متمكنين من مفرداتها. المشكلة تكمن في هل نحن متمكنين فعلا من هذه المفردات، هل نقدر أن نتواصل بلهجة معينة أفضل مما أن نتواصل باللغة العربية الفصحى. يعني أنا من الناس التي تتقن اللهجات الشرقية وأتقن اللهجة التونسية، لكن اللهجة التونسية واللهجات الشرقية مختلفة تماما. والعادي أن الشخص الشرقي لا يتقن اللهجة التونسية، ولكن العكس صحيح. اللهجات المغاربية نعم ممكن أن يتقنوا اللهجة الشرقية، على الأقل يفهمون على المشاعر، على الأقل على المتخاطب. لكن الخط الموحد بين الجميع هو اللغة العربية الفصحى القاسم المشترك. وما قالته السيدة عقيلة قبل قليل تحدثت عن نقل الثقافة من خلال اللغة. بالفعل فنقل الثقافة ونقل اللغة هما شيئين مختلفين تماما. عندما نتحدث عن نقل اللغة كلغة نحن نتحدث عن ابن سينا ونتحدث عن المتنبي ونتحدث عن الجاحظ، لكن عندما نتحدث عن نقل الثقافة كيف ننقل ثقافة الدولة، كيف ننقل ثقافة مصر، كيف ننقل ثقافة العراق، كيف ننقل ثقافة سوريا، كيف ننقل الثقافة الفلسطينية. كل هذه الثقافات لننقلها يجب أن نكون متشربين بها. يعني يجب أن أكون إنسان عربي أصيل متمكن من ثقافتي لأستطيع أن أنقلها للآخرين، مما يجعلني أفهم بشكل واضح تماما عندما تقول يمكن أن يكون الأستاذ محنكا جدا لكن غير قادر على نقل الثقافة لأنه غير متمكن من هذه الثقافة. حتى نربط يعني مهنتنا نحن كإعلاميين بموضوع اللغة العربية، من خلال تجربتي في وطني الأم تونس وهنا وقفت ربما على معضلة هي بسيطة لكن كبيرة في آن. يعني هنا يمكن لمقدم الأخبار أن نسمع يعني جانفي ويناير وأيلول في ثلاث إذاعات مختلفة. يمكن هنا أن نسمع رئيس حكومة ورئيس وزراء الكندي في نفس الإذاعة وفي إذاعتين. ممكن زميلتي أنا والوزير الأول نحن في حاجة وهنا من هذا المنبر الإعلامي راديو كندا أدعو إلى الإعلاميين نحن نتوحد ونجتمع لنوحد المصطلحات. يعني هذا واجب المستمعين علينا. يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أقول جانفي في الفترة الصباحية مثلا وأخي اللبناني ماذا جانفي، لا ماذا يجب أن نوحد. نعم. على أي حال نحن مثلا بالنسبة للأشهر في راديو كندا نستخدم العربي وجدنا ثغرة، قلنا نحن سنعرب الأشهر الفرنسية، نقول جانفي فيفري مارس أفريل هذا الحل لقينا، لكن نحن نريد حلا جامعا. أنتم ونحن والإذاعات الخاصة الأخرى وحتى الصحف نجتمع. لماذا نجتمع ونوحد؟ وهذا يطرح مشكلة أبعد بكثير من الإعلاميين، لأنه ربما المراجع اللغوية العربية هي المسؤولة. لنكون نحن المبادرون وسوف يتبعنا الآخرون. يعني يجب أن يبادر أحد. لنبادر نحن. على أي حال بالإضافة إلى تحديات اللغة التي تواجهها كل الجاليات، معظم الجاليات المهاجرة على أي حال، هناك تحديات أخرى يواجهها المهاجرون بالإجمال. أستاذ فادي، أعود إليك فادي برطاوي، التحالف الكندي لمساعدة السوريين نعرف أنه منذ العام 2015 يصل
مئات من السوريين أو وصل وما زالوا يصلون. نعم. وصل إلى أكثر من 40,000 سوري. نعم في إطار البرنامج الذي منذ وضعته خريف عام 2015. نعم. الحكومة الكندية لاستقبالهم. التحديات التي تواجهونها أو التي يواجهها هؤلاء الواصلون من خلال تعاطيكم معهم. طبعا نحن الهدف الأساسي كان عندما اجتمعنا هو وضع مخطط عمل لاستقبال هؤلاء اللاجئين. لكن مخطط العمل هو سوف يستمر على المدى الطويل. وضعنا مخطط عمل ليستمر على المدى الطويل لأنه كما نعلم هناك عدة فئات من اللاجئين القادمين إلى كندا. نحن بالأخص بدأنا بالاهتمام فعليا بالقادمين اللاجئين القادمين عن طريق الدولة أو عن طريق الأمم المتحدة لأنهم هم اللاجئين الأكثر ضعفا وهم اللاجئين الذين تضرروا بالأكثر. لذلك كان من واجبنا كسوريين أن نستوعب هؤلاء اللاجئين، أن نستوعب الصدمة التي تلقوها سواء الحرب الطاحنة أو التهجير لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات في دول الجوار من دون والمخيمات من دون أي حد أدنى للكرامة الإنسانية. واللاجئين الذين استقبلناهم يعني عندما كنا في المطار في كما يقال بالفرنسي سال دو بيانفينو سالة الاستقبال طبعا يعني بكى الكثير من الذين استقبلوا اللاجئين الذين يأتون بسك بلاستيك طبعا مع 5 أطفال أو 10 أطفال. إذن هي الفئة التي اهتمينا فيها في البداية لأننا يعني نعلم بأنهم هم المستحقين الأكثر. ومن هنا بدأنا بتقديم المساعدات أولا العينية لأن الاستقرار هو أساس بناء الأسرة في كندا. وبما أن لديهم أطفال كثيرون فهنا وضعنا مخطط عمل من أجل استيعاب هؤلاء الأطفال. وطبعا نحن هدفنا الأساسي لا نريد في المستقبل سواء القريب أو البعيد أن يقولوا هذا طبعا كل إنسان يحب بلده لا نريد أن نسمع من قبل أي شخص هذا سوري عاطل عن العمل هذا سوري سيء السمعة هذا سوري. فالهدف الأساسي هو استيعاب هؤلاء اللاجئين استقرارهم وإدماجهم في المجتمع. ولكن كما نعلم هؤلاء اللاجئين بعد 5 سنوات من اللجوء هم بعيدين عن النظام الصحي عن الثقافة صحيح. عن التكنولوجيا فطبعا هم فضلا عن المشاكل النفسية والمشاكل وهذا ملف كبير نعمل عليه منذ 2 سنين وسنستمر لأن هناك فعلا حالات نفسية حالات يجب مساعدتها من الناحية النفسية والاجتماعية. فإذا هي العينة الأكثر التي اهتمينا فيها في البداية والآن بعد مضي بضعة سنوات نستطيع أن نقوم ببعض الخطوات من أجل إدماج هؤلاء اللاجئين في المجتمع الكندي ومن أجل أن يشعروا لأن الأطفال كما نعلم بأن لديهم أطفال كثيرون والأطفال سوف يكبرون. ولكن كان اهتمامنا فعلا وتركيزنا هو على وضع لجان عمل ومشاريع عمل نقوم باستقبال أو بزيارة العائلات أو جمعهم في قاعات ونقوم بمحاضرات توعية في جميع المجالات من المجال من بداية دخولهم إلى كندا إلى المجال الصحي المجال النفسي حقوقهم وواجباتهم. بالإضافة إلى الآن بدأنا بالملف الأهم اللي هو الاندماج المهني والعمل. طيب تعرف أستاذ فادي أن أحزاب المعارضة بالإجمال وبعض الصحفيين وبعض الناس العاديين ينتقدون سياسة الليبراليين بمسألة فتح الأبواب للهجرة إن كان بالنسبة للسوريين وإن كان مؤخرا بالنسبة للهايتيين الهاربين من الولايات المتحدة عبر الحدود المرية. هل تعتقد أن هذا خلق أو من شأنه أن يخلق شرخا داخل المجتمع الكيبيكي؟ طبعا أنا برأيي يعني أتشكر الحكومة الكندية لأننا نتعامل مع بشر. هؤلاء يعني إذا لم نستقبلهم نحن فمن يستقبلهم؟ جميع الدول العربية للأسف أغلقت الأبواب في وجه هؤلاء اللاجئين إلا بلدنا كندا الذي أقول بلدنا كندا الذي استقبل هؤلاء اللاجئين
بكل رحابة صدر، وفعلا أعطاهم حقوق لم يتخيلوها. وكندا وحسب تجربتي سواء في كانت في أوروبا كوني بقيت فيها بين 8 سنوات ل 10 سنوات أو بمختلف الدول الجوار، كندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستقبل اللاجئين بهذه الطريقة الإنسانية الكريمة، وطبعا بمساعدة المنظمات لاميزوني كان لها دور جدا مهم ومنظمات أخرى تساعد في هذا المجال، وهذا طبعا نعم. هدف جميع المنظمات وفعلا نحن لماذا وجدنا. نعم، ولكن كثيرون سيقولون لك بأن العدد ليس كبيرا، يعني 40,000 لاجئ سوري في الوقت الذي نزح عن سوريا أكثر من 5 ملايين إنسان، العدد ليس كبيرا. في الحقيقة يمكن أن أتدخل في هذه النقطة إذا سمحتم. المشكلة هنا تكمن في من نساعد ولماذا نساعده. الحكومة الكندية الحالية طبعا قررت أن تستقبل هذا العدد من اللاجئين، وكان هناك نوعين من اللاجئين، كان هناك اللجوء الذي تم عن طريق الدولة، واللجوء اللي تم عن الطريق الخاص. كان في هناك مجموعات كفالة خاصة وكفالة حكومية واللي هو الكفالات الخاصة. نعم. تبنت هؤلاء اللاجئين وتكفلت بهم لمدة سنة مع كل ما تم في هذا الإطار. الآن العودة إلى موضوع الشرخ في المجتمع، متى نخلق شرخا؟ نخلق شرخا عندما يتم ما قاله الأستاذ فادي، عندما لا يندمج هؤلاء، عندما يظلون على هامش المجتمع، عندما لا يشعرون أنهم مرغوب بهم، وعندما لا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم، واجباتهم التي تكمن في أن أكون مواطن صالح. ماذا يعني كوني مواطن صالح؟ كوني مواطن صالح يعني أن أتعلم اللغة، وهذا من الأشياء التي يجب أن أفرضها على نفسي، والتي يجب أن يكون كل متخاطب معي يقول لي أنا أحترم لغتك الأم لأنها لغتك الأم، لكن أنت الآن في دولة لغتها هي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، فمن واجبك نحو هذه الدولة أن تتعلم هذه اللغة. إلى أي مدى يحترم المهاجرون بالإجمال؟ صراحة المهاجرون يحترمون هذا عندما يفهمون لماذا أهمية الأمر. عندما أطلب منهم يجب أن تتعلم اللغة. عادة شو بدي فيها؟ هذا هو الجواب العادي. لكن عندما يفهم أهميتها ليندمج، ليجد عمل على مستوى إمكانياته، ليجد عمل على مستوى كفاءته، ليجد المجال المفتوح ليتعامل مع كافة شرائح المجتمع. لماذا يجب أن أظل في هذه الجالية التي أنا آتي منها؟ نعم تفضل أستاذ عماد. نعم، وهذا هو حقا ما توصلنا إليه، أننا يجب حتى في سعينا لتعليم اللغة العربية يجب أن لا ننسى أن على الطفل أن يتعلم اللغتين الأخرين الفرنسية والإنجليزية، وهذا من خلال اكتشافنا، لأن هناك وقت محدد للطفل. الطفل يقضي 7 ساعات في المدرسة، هذا كاف لتعلم. سيما أن هناك أمر أساسي، أن الطفل يجب أن تمرر إليه كل اللغات قبل سن السادسة، لأن جهاز اكتشاف اللغة يبدأ بالموات بعد السادسة. فاللغة الفرنسية يقضي 7 ساعات في المدرسة، إذن علينا الاهتمام باللغتين العربية والإنجليزية. ولذلك كان من أحد هذه النتائج أننا دعونا للاستغناء عن الدارجة، لأن الوقت حقيقة لا يكفي. الطفل يأتي 4 إلى البيت وهو ينام في 8:30 أو 8:30، وإذا حسبنا كمية الساعات الفاعلة، طبعا هو يأتي في حالة إنهاك ويحتاج إلى الراحة والأكل واللهو أيضا، وهي أيضا ليست فرصة للتعلم، في حين أنه يقضي الساعات اليقظة الذهنية يقضيها في المدرسة. فنحن مع ذلك إذا نريد أن في هذه الفترة البسيطة التي يقضيها بعد الظهر أن تكون فترة يتعلم بها اللغتين العربية والإنجليزية، ولذلك لا يوجد وقت للغة الدارجة، ولذلك تم الاستغناء. ولكن لحظة، تفضل. أقيلة تريد أن تعلق. لا، فقط أنا أريد أن أعود إلى السؤال الذي أثير حول الأثر التكنولوجي على تعلم اللغة العربية. يعني أنا إضافة إلى ما قاله الأستاذ الفاضل، لكوني أستاذ جامعية أدرس هذه اللغة والثقافة العربية، أقول أن الجامعات الكندية وجامعات أمريكا الشمالية، الجامعات المتقدمة على العموم، تسعى دائما إلى محاولة تجديد وتحديث
طرق وأساليب تدريس اللغات الحية وفقا للمعايير العالمية. ونحن كأساتذة لغة عربية لا ينبغي أن نرفض هذا التغيير والتجديد باسم أن اللغة العربية لها خصوصياتها. اللغة العربية مقدسة، لا ينبغي أن نغير فيها، بالعكس إن أردنا أن نصل باللغة العربية إلى العالمية فينبغي أن نبذل الجهود التي ينبغي أن تبذل لتحديث أساليب طرق اللغة العربية. فطلبتنا في الجامعات لا ندرس لهم القواعد النحوية والصرفية بالمعنى المتوارث التقليدي، فنحن ننطلق من اللغة المحكية، من لغة التواصل، لنستنتج بعد ذلك القاعدة النحوية والصرفية. طلبتنا لا يتوهون في متاهات إن وأخواتها وكان وأخواتها والإعراب، بالعكس فهم يكتشفون الإعراب بأنه يمثل هذه اللغة، فأنت تعرب عن اللغة بوضوح من خلال الإعراب. جميل جدا. وهذا الحديث عن اللغة، وطبعا الإنسان يتعلم من خلال السمع، وكما تفضل الأستاذ عماد الولد يقضي 7 ساعات في المدرسة يتعلم الفرنسية بسهولة. هناك من يثير مسألة الإعلام العربي، يعني شبكات التلفزة والإذاعة العربية وسواها للجاليات الأخرى، والتي يقضي الكثيرون الوقت في الاستماع إليها، وهذا يعني يبعدهم كثيرا عما يجري حولهم، عن الاستماع إلى ما يجري هنا. ذكرت أنت أنكم تقدمون برامج إخبارية نعم تعنى بما يجري هنا، هل هذا يساعد في اعتقادك في التعرف أكثر إلى البلد يعني أم؟ بالطبع هذا يعرف، حتى نربط جل المواضيع ببعضها. نأخذ مثلا الجال اللاجئين السوريين، يعني هم خادمون جدد هنا إلى كندا ولا يعرفون شيئا عن كندا. يعني من خلالنا نحن وأنتم وبقية الوسائل العالم، عندما نركز على الجانب المحلي في نشراتنا الإخبارية، نحن سوف نساعدهم على الخروج من سياسة الجيتو الذين يريدونها. يعني هم الآن يعيشون في مجموعات مصغرة في أحياء مصغرة، هذا لا يفيدهم. هذا دور وسائل الإعلام. نحن عندما نتحدث عن أنشطة هنا وهناك وجمعيات تقدم كذا وجمعية أخرى تقدم كذا، نحاول أن نخرجهم من هذا العالم الضيق. هم الآن يشترون من بعضهم، يعني كل شيء من بعضهم، يعني الجيتو هذا هو خطر كبير عليهم ويجب إخراجهم. ونحن انتهجنا هذه السياسة، سياسة المحلية في الأخبار، نقدم نشرات محلية إخبارية محلية تمسهم مباشرة للإطلاع على ما يجري حولهم. نعم بالفعل، وهذا دفع لهم نحو الاندماج في هذا المجتمع. الاندماج يكون باللغة، لكن كذلك بمعرفة سياسة هذه البلد، أحزابها، جمعياتها، رموزها، تاريخها وما إلى ذلك. نعم. على أي حال، عندما نتحدث عن إدماج المهاجرين، وأنت تعملين نسرين اليحيى في لاميزوني وتتعاملون دوما مع المهاجرين، عندما تتولون أمر عائلة ما أو شخص ما من الواصلين حديثا، كم تكون المتابعة مع هذا الشخص؟ يعني علما أن المهاجرين يصلون باستمرار. هم يصلون باستمرار، لكن تعتمد على مدى رغبة المهاجر في أن نساعده. يعني العملية في يدنا فعلا، نحن نستطيع أن نقول لهم نستطيع أن نظل معكم 5 سنوات فلنفترض، لكن من الممكن أن يكون هذا المهاجر ليس بحاجة لأكثر من شهر، ولكن هناك آخرون. أنا أعمل في الميزوني منذ 2009 وما زلت في متابعة مع بعض الأشخاص الذين هم بحاجة أكبر لمساعدة ولتواصل في الإجراءات اليومية وفي الإجراءات الحياتية. يعني ظروفهم أصعب. يمكن أن نتحدث كذلك عن الهجرة التي كانت عصيبة بالنسبة لهم. الأستاذ فادي تحدث عن ظروف حرب، عن ظروف نفسية، عن ظروف اجتماعية. هناك بعض الأشخاص الذين يصلون إلى مكتبي وأنا مكلفة بقسم التشغيل، يريدون العمل الآن فورا، ولكن هو لا يستطيع أن يضع 3 جمل الواحدة بجانب الأخرى دون أن يتحدث عن ما حدث له في بلده الأم. فكيف نستطيع أن نخشه؟ نعم، ولكن عفوا، هناك كثيرون متمكنون ويتحدثون اللغتين بطلاقة وحاصلون على شهادات حتى من هنا، ويواجهون مصاعب وتحديات كبيرة في الحصول على عمل، لا سيما في الجاليات المغاربية. فما السبيل للمساعدة هنا؟
نعم، سؤال أولا سؤال جيد جدا، لكن أحسن طريقة للوصول إلى تشغيل المهاجرين هي معرفة المشغلين. ما الذي يرغب فيه المشغل؟ عندما أعرف ماذا يريد المشغل من الشخص الذي يريد العمل، أستطيع أن أخلق توافقا ما بين الطرفين. ما يحدث في غالبية الأحيان هو ما يقال. عدم المعرفة لا تعني أن نحن نريد أن نفصل مجموعة عن مجموعة أخرى. في الكثير من الأحيان عندما نتحدث مع مشغلين نقول لهم يتمتع الشخص القادم من تونس، من الجزائر، من المغرب بواحد، اثنين، ثلاثة مهارات، كفاءات. يأتي الشخص الذي أمامي يقول لا، أنا لا أدري ولا أعرف ماذا يقابل هذا في لغتي، ماذا يقابل هذا في قاموسي. الأستاذ زهير كان يتحدث قبل قليل عن توحيد المصطلحات، لكن ليس الجميع من يتكلم الفرنسية بنفس اللغة. يعني نحن نستطيع أن نتكلم اللغة الفرنسية من بلادنا، ولكن عندما نأتي إلى هنا ونضع ما لدينا في سيرة ذاتية لا نتخاطب مطلقا مع المشغل بنفس الأسلوب. هناك شيء آخر كذلك، هو أن الأشخاص القادمين من بلادنا لديهم القدرة على إثبات مهاراتهم عندما يكونون في وضع عمل أو في وضع تشغيل. يعني المهندس يقول لك أنا لست بحاجة لإنترفيو، أنا لست بحاجة لمقابلة، ضعني أمام جهاز وسترى كفاءتي. بينما هنا يعتمدون كثيرا على ما يسمونه بالسافوار إتر أو ليزاتيتود أو الناحية الأخلاقية في التعامل. نعم، التواصل في العمل والعلاقات العمل. عفوا، ربما أستاذ فادي لديه تعليق. طبعا هو بس بعد إذنك أستاذ، هو ليس لدينا عصا سحرية كجمعيات وكمنظمات من أجل تشغيل القادمين الجدد أو المهاجرين، وخاصة مثلا أهلنا السوريين. لكن كما تعلمون الكنديين يجدون أحيانا صعوبة في الحصول على عمل في اختصاصهم، وأنا أحد الأشخاص، لكن توجهت باتجاه آخر وحصلت على وظيفة بعد جهد 5 سنوات. إذن هنا يجب التنويه إلى أنه هناك مجهود شخصي، وهذا السالون والسالونات التي يقوم بها والذي يقومون بها الجاليات العربية كالسالون الكندي المغربي هو أحد الوسائل، لأن الشبكة هنا في كندا هي الأساس. إذا كان الإنسان ملم باللغتين الإنجليزية والعربية، هناك فارق ثقافي كبير في مفهوم العمل في بلادنا وهنا. يجب أن نعطي لهؤلاء القادمين الجدد بعض الوقت ليفهموا أو ليتعرفوا على الطريقة الكندية الرأسمالية البحتة، التي في أي لحظة أنت لا تأتي إلى العمل لأنه لا يوجد عمل. نعم. أو في لحظة ما مباشرة بعد دقيقة تجد نعم. عمل. حتى ظروف العمل بحد طريقة ذاتها. التفكير نعم. إضافة إلى ذلك يعني المهاجر العربي أو المغاربي يعني له يملك معلومات خاطئة على المعادلة. بالضبط. الحكومة الكندية ليست هي من ستوفره للشغل في مكانه. هناك مشكلة مع الجمعيات المهنية والنقابات، هي التي تحكم. هذه الحقيقة، لماذا نحن نلف وندور والحقيقة أمامنا؟ من يحكم هنا هي النقابات والجمعيات المهنية. حتى ولو قبلت الحكومة، فإن نقابات الأطباء سوف تتصدى للطبيب اللبناني، سوف تتصدى للطبيب التونسي، وهذه المشكلة. ولكن هذا الرفض موجود في تلك الدول أيضا. هل كل الدول العربية بالفعل؟ لكن هنا نتحدث أستاذ الكريم على أنشطة فيها اليد العاملة مفقودة. يعني مثلا الإطارات الأطبية مثلا، يعني نحن ننتظر ب6 ساعات في المستشفى والطبيب الجزائري يشتغل في ماكدونالد. يعني هذه معادلة غريبة. هنا ملاحظة أخرى، يعني الحكومة الليبرالية اضطرت بدافع سياسي رهيب، يعني انتظرت العملية الإرهابية في كيبك حتى تقول فجأة نحن نحس بكم أيها المغاربة، لكم نسبة بطالة كبيرة، واتفقنا مع الحكومات التونسية والمغربية الجزائرية حتى نعترف بشهادات الشبه الطبية، يعني كأنها منا. هل ننتظر عملية إرهابية أكبر حتى يعترفوا الأطباء مثلا؟ هذا معادلة غريبة. على أي حال، البطالة مرتفعة في أوساط الجاليات المغاربية التي يتمتع أبناؤها
بالكثير من المهارات، يحملون شهادات عالية، وبالإجمال المهاجر يعاني في الاندماج في سوق العمل أكثر من سواه، ولكن كما تفضلت أستاذ فادي أيضا في بعض الأحيان الكندي يصعب عليه أن يجد عملا. ونقول دائما شبكة العلاقات مهمة جدا، فالمهم ليس ما تعرف وإنما من تعرف. نعم. وليس من باب المحسوبية مثل ما هو شائع في بعض الأوطان، بل بمعنى لا ريفيرنس. نعم، مرجع للوصول. Exactement. نعم. يعني احنا نقول الطالب في المدرسة يتعلم ليختبر بعد ذلك، لكن في الحياة فهو يختبر ليتعلم. ولهذا وهذا الصالون مشكور موجود من أجل هذه الأهداف. فنتصور أن الجيل الأول الذي بقي سنوات للحصول على عمل يختصر المسافة للجيل الثاني، والجيل الثاني يختصر المسافة للجيل الثالث، وهكذا دواليك. نعم، من هنا أهمية هذا الصالون المغربي الذي يهدف لتوسيع شبكة التواصل بين أبناء الجاليات المغاربية والعربية بالإجمال مع سوق العمل، مع مختلف القطاعات هنا، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وكل ذلك. والوقت يمر بسرعة، الحديث واللقاء شيق مع كل الضيوف. يبقى أن نشكر ضيوفنا مع حفظ الألقاب: نسرين اليحيى من مؤسسة لاميزوني، فادي برطاوي من الائتلاف الكندي لمساعدة السوريين، زهير طابة رئيس تحرير إذاعة سينا في مونريال، عقيلة صخري أستاذة لغة وثقافة عربية. فقط معي أنا أيضا إعلامية، والإعلامية أيضا في مغرب FM. مع أفراد الجالية المغاربية والجالية العربية التي أعتز بالانتماء إليها من خلال شبكة برامجية متنوعة ثرية تذاع على أمواج مغرب FM 106.3. وإن شاء الله سيكون لنا لقاء معك خصيصا عن شبكة مغرب FM. نعم، بالطبع، وهي من بين الإعلام، يعني في إطار الإعلام العربي هنا في كندا. نشكر أيضا الأستاذ عماد حلاق الكاتب والمحاضر ومؤسس جمعية سلسبيل الضاد، وستكون لنا مع الجميع لقاءات أخرى مستقبلا. شكرا لكل الضيوف، شكرا للصالون المغاربي في قصر المؤتمرات، شكرا لكل مستمعي راديو كندا الدولي. برنامج بلا حدود انتهى، هو متوفر طبعا الآن على الفيسبوك، وتستمعونه إليه بأكمله يوم الأحد على موقعنا rcinet.ca. في الختام نشكر سيلفان بروني على هندسة الصوت، وأيضا ماري كلود بواترا في سيمار في الشق التقني. نشكر زبير جازي وليو جيمينو في الشق الإلكتروني. وشكرا لكم جميعا، لكم تحياتي أنا مي أبو صعب، وتحيات زميلين كيان أحمراني وفادي الهاروني.